بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وبعد، أحييكم مشاهدي الكرام بتحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي هو الدليل. هذا البرنامج الذي يأتيكم برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في القريات. أشرف في هذا اليوم باستضافة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، أستاذ الفقه في جامعة القصيم وعضو الإفتاء هناك. حياك الله فضيلة الشيخ. حياك الله، مرحبا بك وبالأخوة والأخوات، أسأل أن يكون اللقاء نافع مبارك. اللهم أمين، وأشكر لك إجابتك لدعوة البرنامج، وعلك أن تكون ضيفا في قادم الأيام معنا. الله يجعله. حسن الله عليك. طبعا أذكر مشاهدي الكرام أنه بإمكانكم التواصل معنا عبر الأرقام التي ستأتيكم تباعا إن شاء الله تعالى أسفل الشاشة، وكذلك عبر هاشتاج البرنامج هو الدليل. فضيلة الشيخ، طبعا يمكن أبرز حدث كان في الأسبوع الماضي وفي الأسبوع الذي قبله مسألة تفجير الطوارئ اللي حصل في منطقة عسير، وهذا الفكر الدخيل علينا في هذا الوطن المبارك. ولا شك أن القنوات أشبعته نقاشا، لكن نريد أن نلمح إليه ونشير إليه إشارة يسيرة حتى تأتينا الاتصالات وناخذ فتاوى المتصلين. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحدث هو حلقة في منظومة قبيحة في فعلها وفكرها، فليس أقبح من تفجير المصلين في بيت من بيوت الله وقد اجتمعوا على طاعة وإحسان، وهم في فريضة من أعظم فرائض الإسلام وأركانه، إلا الفكر الذي يبرر مثل ذلك ويسوغ له ويزينه ويبرر مثل هذه الممارسات الظالمة الفاجرة القبيحة. والأوصاف مهما قيلت تعجز عن الإحاطة بحقيقة هذا الفكر الإجرامي، الفكر الهدام الذي هو معول في هدم أركان الإسلام والصد عن سبيل الله على وجه لا يحققه أعداء الإسلام على شتى صنوفهم. ولذلك إذا تأملت كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما جاء عنه فيما يتعلق بالتحذير من الفتن وبيان خطورتها، وجدت أن نصيب الأسد في هذا التحذير والنصيب الأكبر والأوفر في تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الفرق الضالة هو في الخوارج، بل لو قيل إنه لم يصح في فرقة كما صح في الخوارج لكان ذلك مطابقا للواقع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منهم. طبعا هناك يعني من يقول هؤلاء ليسوا خوارج، هؤلاء بغاة، هؤلاء مدسوسون على الأمة من استخبارات، كل هذا الكلام يمكن أن يكون، لكن الكلام الذي يجعل التصنيف لهم بأنهم خوارج أن هذه الفئة بغض النظر عن انتماءاتها وخلفياتها وأهدافها تبنت فكرا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو التكفير بغير حق ولا برهان، التسلط على أهل الإسلام. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هذا الفكر النظر إليه والنظر إلى مآلاته والنظر إلى مفرداته هو فكر ينفر النفوس. السؤال، إذا كان فكرا بهذه الدرجة من حيث القبح والرداءة وعدم البناء على أصول يمكن أن يبقى معها هذا الفكر وينتشر ويتسع، فلماذا يجذب هؤلاء الشباب الذين تورطوا في هذه الأعمال الإجرامية؟ الجواب على هذا أن هؤلاء الخبثاء الذين يشيعون هذا الفكر عبر وسائل التواصل وعبر مقاطع اليوتيوب وعبر كل القنوات التي يصلون من خلالها الناس يعزفون على أوجاع الأمة، يستثمرون مصائب الأمة لتحقيق أغراضهم وتسويق أهدافهم، ثم هم يستهدفون الفئة التي ليس لها علم رصيد من المعرفة والعلم الذي يمكنها من التمييز بين الحق والباطل، ويستهدفون الفئة التي أيضا تفتقد التجربة، ليس عندها من التجربة والمعرفة ما تميز به بين الحق والباطل. كل هذه الأشياء إضافة إلى
أن إلى أنهم قد يقتنصون أناسا يعانون من إشكاليات نفسية، من إشكالات ذهنية، من إشكاليات عقلية تجعلهم يستقطبون هؤلاء ليكونوا أدوات ووقود لتحقيق أغراضهم. لا يعني هذا أنه ليس فيهم من هو ممكن أن يكون متفوق دراسيا أو متميز في جانب من الجوانب، لا، الضلال لا يميز بين المتميز دراسيا وغيره، وبالتالي الموضوع ليس بهذه البساطة التي يمكن أن يقال إن المجموع ناقص عقليا، لكن المجموع ضال، المجموع منحرف، المجموع خارج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، المجموع يصادم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في رسالة الرحمة والهداية وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. هؤلاء لا يبنون عزا للإسلام ولا ينصرون ضعيفا ولا يدفعون عدوا ولا يحققون نصرا، بل هم لا للإسلام نصروا ولا لأعدائه كسروا، بل هم أذى ووبال على الأمة منذ نشأتهم في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى يومنا هذا، وإن كانوا يخفتون ويزيدون وتتردد انتشارهم ونشاطهم بين فترة وأخرى، إلا أن القاسم المشترك بين المتأخرين والأوائل على نحو واحد. أسأل الله أن يدفع المسلمين شرهم وأن يكفينا ضرهم وأن يرد كيدهم في نحورهم، فقد أصبحوا أداة لأعداء الإسلام للنيل من أهله. أسأل الله أن يخيب سعي الظالمين وأن ينصر أهل الإسلام حيث كانوا. اللهم أمين. الله يسمع منك فضيلة الشيخ. وأنا أستاذنك، لدي المتصل أبو محمد. مرحبا أبو محمد، تفضل أبو محمد. طيب المتصل عائشة، متصل عائشة، تفضلي. وعليكم السلام، ورفع الصوت الله يرضى عليك. أنا عندي سؤال ممكن أسأل الأول. السؤال الأول أنه أنا أخوي تو متزوج، هل يعني يجب عليه الأضحية ولا لا؟ السؤال الثاني، تقولين أخوك تو متزوج؟ أي تو متزوج، هل يجب عليه يعني الأضحية أيام العيد؟ طيب. هل يجب عليه العيد؟ السؤال الثاني، كمان أمي حج قبل السنة اللي فاتت، فآخر آخر حج الوداع. طيب. يعني قبل حادثة على نفسها، فأنا ما أدري هل عليها شيء ولا لا، يعني طيب آخر في طواف الوداع تقصدين؟ أي في طواف الوداع. طيب. يعني خرب عليها هذا. طيب واضح. طيب انتقض. أيوة. الوضوء. طيب أيوة. طيب أبو محمد، مرحبا أبو محمد، حياك الله. السلام عليكم. الله يحييك. وعليك السلام، تفضل يا غالي. وحييك وحي الشيخ المصلح وفقه الله. حياك الله، تفضل يا أبو محمد. الشيخ أنا الله أحفظك، هناك مسابقة يعني تجرى الآن على شريط قناة بداية، أحب الشيخ أن أسأل وأستفسر عن حكم المسابقة هذه، ويعني الطريقة فيها بارك الله فيكم هو أن يقوم الكنترول بإلقاء السؤال على المشاركين في الشريط، ومن ثم يجيب الناس على هذا السؤال بإرسال رسالة نصية. طبعاً قيمة الرسالة هذه تقريباً قيمتها 3 ريالات. طيب. ثم بعد ذلك يختار من المشاركين في هذه المسابقة رقم واحد فقط يكون هو الفائز بهذه المسابقة، ويحصل تضاف إلى رصيده في جواله. طيب. قيمتها يمكن 30 ريال أو حولها. طيب. ما حكم هذه المسابقة التي يدفع المتسابق قيمتها مقدماً؟ طيب. خلال رسالة نصية بقيمة رسالة 3 ريالات، أرجو الإفادة. طيب. في هذا الأمر وجزاكم الله. طيب. خيرا. الإخوة في الكنترول يشيرون إلى أنه الإجابة ما هي بالرسالة النصية، بالاشتراك في الحساب، يعني تكون مباشرة في حساب التويتر إذا ما خانتني الذاكرة. صححوا لي يا شباب اللي في الكنترول. لا شيخ، المسابقة الله حق تكون عن طريق أنا أرسل رسالة. طيب. ب3 ريالات، ثم طيب. يختار من 100 شخص أو حولهم واحد هو الفائز في هذه المسابقة. طيب، يطرح سؤالك على الشيخ. شكرا لك أبو محمد. المتصل عائشة تقول أخوها للتو متزوج فضيلة الشيخ، وتسأل عن الأضحية، هل عليه أضحية أو لا؟ أولا بارك الله له وعليه وجمع بينهما في خير. فيما يتعلق بالأضحية لا علاقة لها بالزواج، ما دام أنه يسكن في بيت مستقل وله منفق ومصرف مستقل فإنه يجب عليه، فإنه يشرع في حقه الأضحية، على خلاف العلماء هل هو سنة مؤكدة أو هو واجب،
والراجح أنه سنة مؤكدة ينبغي لا يخل بها المسلم. وبما أنه الآن استقل فيما يظهر من سؤال الأخت فإنه يضحي عنه وعن أهل بيته إذا كان مقيما مع أبيه، فإن زواجه لا يؤثر ما دام أنه مقيم مع أبيه وهم في بيت واحد، مأكلهم ومشربهم واحد، فيكفي عن أهل البيت أضحية واحدة ولو تعددت الأسر الموجودة في البيت. نعم، طبعا هذه أيضا يرد فيها الكلام اللي كنت نوهت عنه فضيلة الشيخ، مسألة الإنسان المقتدر اللي عنده دخل شهري ثابت ولكنه يسكن بمفرده، يعني ما له علاقة في أسرته حتى وإن كانوا في مدينة واحدة، هل يندرج تحت الأب ولا لا؟ لا، إذا كان منفردا في بيت فإنه ينفق على، فإنه يشرع له أضحية مستقلة ولا يكون مضافا إلى والده أو إلى أهل بيت، يعني لا يلزم أن تكون أسرة مكتملة من رجل ومرأة وأولاد، لو كان رجلا مستقلا في بيت أو امرأة مستقلة في بيت أو أولاد مستقلون في بيت فإن الأضحية تكون لكل بيت، لكل مجموعة يسكنون بيتا عن مستقلا في مأكلهم ومشربهم. نعم، أيضا تسأل تقول أمها حجت قبل العام وتقول في طواف الوداع قضت حاجتها على نفسها فضيلة الشيخ، ويظهر هذا أنه وهي في الطواف، الحكم المترتب على فعلها يظهر أن هذا على نحو من الاضطرار، لأنه لا يمكن أن تفعله وهي مختارة، إنما قد يكون هذا نشأ عن زحام أو ما إلى ذلك. الواجب في مثل هذا أن تخرج، هذا هو الواجب، وتتطهر وتزيل ما أصابها من نجاسة، لأن هذا البيت مأمور بتطهير للطائفين والعاكفين والركع السجود وللطائفين والقائمين والركع السجود، لكن فيما يتعلق بما جرى منها الذي يظهر لي أنه ليس عليها شيء فيما جرى، لأنه في إما أن يكون عن جهل وإما أن يكون عن اضطرار، لم تملك نفسها ولم تستطع أن تخرج فطافت على هذه الحال، نسأل الله لها العافية. اللهم أمين. في ذات السياق فضيلة الشيخ، يعني من يقع منه انتقاض الوضوء أثناء الطواف بالذات في أيام الزحام في رمضان أو في الحج فضيلة الشيخ، عند خروجه للوضوء، نحن نريد أن نسأل سؤال على شقين، هل مسألة الخروج واجبة خصوصا في وقت الزحام، وإن خرج يعني يعيد من البداية أو من الشوط اللي توقف عنده؟ هذا العلماء فيه قولان، منهم من يرى أنه إذا انتقض وضوءه في الطواف فإنه لا يجوز له أن يتم طوافه وهو على غير طهارة، وبالتالي يجب عليه أن يجدد وضوءه، ثم اختلفوا في هل يستأنف الطواف من أوله أو يستأنف من أول الشوط أو يبدأ من مكانه، والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه يبدأ من مكانه، لأنه يبني على ما تقدم من طواف، ولا دليل على الاستئناف من أول الطواف. ثم القول الثاني أنه إن أحدث فليس واجبا عليه أن يتوضأ، يجوز أن يتم طوافه وهو على حدث، لأنه لم يثبت دليل صحيح صريح في اشتراط الطهارة أو إيجاب الطهارة في الطواف. نعم، وهذا القول أقرب إلى الصواب، وعليه فإنه إذا أتم طوافه فلا حرج عليه، ولو خرج وتوضأ فهذا حسن إذا لم يكن في ذلك مشقة وتيسر له. أحسن لك فضيلة الشيخ. المتصل سعد، مرحبا يا سعد، تفضل يا سعد. عليكم السلام، حياك الله، تفضل. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، صدق الله العظيم. طيب، يا سؤالك. يا شيخ الله يجزاك خير، ظاهرة الإسراف منتشرة على مستوى المملكة. طيب، يمكن حتى الفقراء والجوعى عندهم هذه في بيوتهم وفي بيوت الأغنياء، وشيء لا يعلمه إلا الله، قد يمكن الأمراض والأوبئة وال طيب، المصائب اللي حلت على الآن أسبابها والله أعلم من الأسباب الإسراف. طيب، إنه لا يوجد بيت في المملكة 99% إلا ظاهرة. طيب، النعمة تتكب في الشارع. طيب، واضح. إذا محبنا جتنا الأمراض وجتنا الأوبئة والكوارث، وكذلك برضو سؤالك واضح يا سعد. سعد ليت الأخوان يسمعون الصوت، يعني ما أسمع. أبشر يا شيخنا، سؤالك واضح يا سعد، الله يحفظك، وإذا ترفعوا لنا الصوت يا شباب عشان يسمع الشيخ التساؤلات. أعطونا أم محمد، تفضلي. أم محمد، تفضلي.
طيب أتمنى من المشاهدين الكرام أنه تطرح سؤالك بدون ما تطرح أنت الموعظة، اترك هذا لفضيلة الشيخ يتولى هذا مشكورا. أعطنا سؤالك، أعطنا النقطة التي تريد حتى ما يضيع الوقت. الأخ سعد يسأل عن قول الله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، ظاهرة الإسراف انتشرت حسب ما ذكر فضيلة الشيخ في بيوت الفقراء قبل الأغنياء فضيلة الشيخ، وهو يقول أو يريد منك كلمة توجيهية لأنه يقول أنه ما نحن فيه من أمراض ومن مشاكل هي بسبب ظاهرة الإسراف على حد قوله. أو على كل حال الإسراف مذموم، أما تحديد أن هذا هو سبب ذاك فهذا يحتاج إلى نص ويحتاج إلى علم بوحي. أما أن المعاصي عموما والإسراف منها من أسباب زوال النعم ومن أسباب المؤاخذة فهذا صحيح. الله تعالى يقول ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ونهى عن التبذير ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكل هذا يدل على أن المطلوب هو الاستقامة في الإنفاق كما وصف الله تعالى عباده الذين أثنى عليهم وأضافهم إلى نفسه وهم عباد الرحمن، قال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، فهم بين طرفين، بين الإسراف الذي هو وضع الشيء في غير موضعه والزيادة التي توجب المؤاخذة، هو بين التقتير وهو الإمساك الذي يمنع الحقوق ويلحق الإنسان ضيقا وكدرا. المطلوب هو التوسط، أن يضع الإنسان المال في موضعه دون إسراف، والإسراف المنهي عنه لا يقتصر فقط على المأكل والمشرب بل هو شامل لكل ما يكون من أحوال الإنسان وأعماله. الله تعالى يقول بعد أن ذكر الطاعات والعباد قال ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وفي الصحيح وفي الحديث الصحيح من حديث عمرو بن شعيب عن النبي عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا وتصدقوا، ذكر الصدقة ضمن الأكل والشرب واللباس من غير سرف ولا مخيلة، فحتى الصدقة فيها سرف، وبالتالي السرف يدخل في كل أفعال الإنسان، الإسراف في كل الأفعال، فما زاد عن الحد المشروع وألحق الإنسان ضررا وترتب عليه مفسدة فإنه مما ينهى عنه. ونقول لأخي ولعموم المسلمين إنه نحن ينبغي أن نتثبت في إضافة العقوبات إلى الأسباب، هذا يحتاج إلى علم وبصيرة، فإذا وقعت مشكلة ما تقول هذا بسبب كذا إلا بدليل. صح. يعني لما تقول مثلا هذه الأمراض اللي ظهرت بسبب الإسراف ما الدليل على هذا؟ لماذا لا تكون بسبب ذنب آخر؟ صحيح. لماذا لا تكون بسبب مجموعة ذنوب كما قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر، ما قال ذنب ما قال بما كسبت أيدي الناس، فمجموع الذنوب، ونسأل الله أن يعفو عنا وعن المسلمين ولا يؤاخذنا بسيء أعمالنا ولا بما فعل سفهاء منا، هي من أسباب الشرور والفساد الواقع في الأرض. نعم أحسن الله إليك. طبعا المتصلة فضة مرحبا، تفضل يا فضة. طيب حنان تفضلي. لو سمحت منكرت الشيخ. يسمعك الشيخ تفضلي. شيخ ما حكم تفصيل الرموش؟ ما حكم؟ تفصيل الرموش. نعم. مناسبة أو شيء، وظهر القدمين بالصلاة، يعني هل ما تقبل الصلاة أو لا؟ طيب شكرا لك. في أحد يا شباب معنا؟ ذهب تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، تفضل يا أخت. يسمعك الشيخ. أنا بركت برمضان. ألو. أي معك. أنا بركت برمضان ولا صمت رمضان، كنت أدري أني رحت لبلغت الصوم. طيب. بس أنا ما خبرت أمي. طيب. بعد رمضان خبرت الوالدة قالت صومي، صمت شهر كامل بس ما تبقى. بس تغلط الشيخ، مية توب ولا متوب؟ تقولين صمت شهر كامل ولم تتوبي؟ ها صمت شهر كامل بس ما تبت. طيب كيف صمت؟ لحظة أختي، تقولين صمت شهر كامل بس ما تبت، كيف ما تبتي؟ إيش معنى شهر كامل بس ما تبت؟ أنا ما تبتي؟ لا ما تبت. قالت لها عليك الصيام والتوبة، تقول صمت وما تبت. أنا شيرت يا باير سمحت. أيوة. أقول ما أطعمت مسكين. ما أطعمتي تقصدي. طيب الشيخ هل هو علي طعم ولا ما طعم؟ طيب تسمعين إجابة الشيخ. المتصلة حنان تقول حكم توصيل الرموش فضيلة الشيخ. توصيل الرموش العلماء فيه قولان،
منهم من يعده من الوصف المحرم الذي جاءت النصوص بالتحذير منه، كما في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود لعن الله الواصلة والمستوصلة، فقالوا هذا نوع وصل فيدخل فيما جاء به النص. وقال آخرون الوصل الرموش المستعارة هذه ليست وصلا وبالتالي لا تدخل في التحريم. والذي يظهر لأنه إذا كان هناك سبب لاستعمال هذه الرموش كتشوه في الرموش أو تحات في شعرها أو عيب في هذه الرموش عيب خلقي فلا بأس أن تستعملها، أما إذا كان ذلك على وجه طلب الحسن فالورع عنها أطيب، لا سيما وأن الوعيد شديد الذي ذهب إليه القائلون بأنها من الوصل، ولا يظهر لأنها من الوصل، لكن تركها من الورع الذي ينبغي أن يحتاط فيه المسلم لنفسه بالبعد عن مواطن الشبهات. أحسن الله إليك. أيضا تسأل عن ظهور القدمين في الصلاة، فضيلة الشيخ. المرأة مأمورة في الصلاة بأن تستر جميع بدنها إلا وجهها وكفيها، واختلفوا في القدمين، فقال جماعة من أهل العلم يجب ستر القدمين، وقال بعضهم بل الواجب هو ستر ظهور القدمين، وقال آخرون القدمان ليست مما يجب ستره في الصلاة، وهذا أقرب الأقوال إلى الصواب أن ظهور القدمين ليس مما يمنع في الصلاة، لكن ينبغي للمرأة أن تلبس شيئا فضفاضا سابغا حتى لا ينكشف ما زاد على القدمين. وسؤال الأخت ذهب تقول بلغت قبل رمضان ما صامت ثم صامت بعده ولم تطعم، فضيلتي. ليس عليها إطعام، عليها التوبة إلى الله عز وجل من ترك الصيام الواجب، وبما أنها صامت مكان ذلك التفريط أياما فليس عليها إطعام. ما يشملها الإطعام، فقط صيام، فضيلتي. لا، الإطعام إنما يكون في حالات غير هذه لا 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 ليس عليها في قول جمهور العلماء إلا القضاء فقط. على أني أحذر من التفريط في الصيام الواجب، فإن الصيام الواجب لا يعدله شيء، لا يجزيه ولا يغنيه أن يصوم يوما مكان يوم فرط في صيامه، فقد جاء في البخاري من حديث أبي هريرة قال يذكر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من صام من أفطر يوما من رمضان من غير ما عذر لم يجزه صيام الدهر وإن صامه، وجاء مرفوعا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ويعتضد هذا في الدلالة على أن التفريط في الصيام الواجب لا يجزيه ولا يكفيه أن يأتي بيوم مكانه وانتهت المسألة، الأمر أعظم من هذا وأخطر. ولذلك بعض العلماء يقول من أفطر يوما من رمضان وجب عليه أن يصوم 1000 يوم عن ذلك اليوم، ومنهم من قال يصوم سنة، ومنهم من قال يصوم شهرا، ومنهم من قال يصوم 10 أيام الشهر يعني. كل هذا لبيان أن المسألة ليست يوم مكان يوم، لأنه صحيح. هو يجب عليه أن يأتي بالعبادة في الوقت الذي شرعت فيه، فإذا فرط في ذلك من غير عذر فإنه لا ينفعه أن يأتي بها بعد ذلك. على كل هي صامت وجرت على ما ذكر جماهير العلماء، فأسأل الله أن يتوب عليها ولتحرص على الإكثار من صيام النافلة وصدق التوبة، وأما الإطعام فليس عليها إطعام. أحسن الله لك. اشترط الوصل يعني 30 يوم وراء بعض؟ القضاء لا يشترط فيها. أحسن الله لك. المتصل أبرار، مرحبا أبرار، تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، تفضلي أبرار. السلام ورحمة الله. شيخ أنا عندي سؤال، اللي هو أنه لما أكون بالمدرسة في المصلى يكون في محاضرات، وأدخل المصلى وأنا لست مو على وضوء وفي الدور الشهرية يعني كذا. طيب سؤال آخر؟ لا شكرا. طيب شكرا لك. أم أحمد تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، تفضلي أم أحمد. سمحت يا شيخ، أنا عندي بيت جار منتهي بالتمليك. أجار منتهي بالتمليك. طيب. وفي فجتين فوق أجرن، وآخذ يترن أدفع لخط البيت نفسه. وفي شقتين فوق؟ إيه. طيب تأخذين إيش؟ أنا إيجار، أنا أسدد قسط البيت. طيب. هل عليهن زكاة أو لا؟ طيب. سؤال الأخت أبرار، فضيلة الشيخ، لما تكون في المدرسة
تأتي محاضرات في المصلى ينزلون الحكم من تواجدها وهي على غير طهارة. لا حرج، المصلى لها يأخذ أحكام المساجد، فيجوز دخوله من غير طهارة، ويجوز دخوله للحائض، كما أن الحائض يجوز لها دخول مسجد الحاج وهو مسجد. فالمصلى لا يأخذ أحكام المساجد من كل وجه، فلا تجب فلا يشرع له صلاة ركعتين تحية المسجد، ولا يكون في الحرمة كحرمة المسجد، ولا يكون الانتظار فيه كالانتظار في المسجد. نعم. ليس له أحكام المسجد، فيجوز دخوله ولو كانت الفتاة عليها العذر، ولو كان ذلك في مسجد جاز للحاجة إذا دعت اللي هي المحاضرة فقط وقت حضور المحاضرة في المساجد. أما في المصليات مصليات الأمر واسع، فيجوز مطلقا، لكن المساجد للحاجة فقط. أحسن الله لك. ومن الحاجة حضور العلم إذا كانت تعلم أو تتعلم أو تحضر علما نافعا، فإن كان في مكان مخصص لذوات الأعذار فهذا طيب، إذا كان إذا لم يكن فلا حرج، لكن تحتاط في أن لا يصيب المسجد شيء. نعم. أم منى مرحبا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل يا أخت. يا شيخ أنا صمت السبت وناسي أن علي قضاء من رمضان، ما علي شيء يعني؟ نسيت أن عليها قضاء من رمضان. طيب نجيبك عليه إن شاء الله. السؤال آخر يا أم منى. طيب أيوة، تشكيل الحواجب هل فيها شيء ولا حرام؟ طيب شكرا لك يا أم منى. علياء تفضلي. ماريا تفضلي. يا ماريا السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي. الله يعطيك العافية. أسأل عن حكم مشاهدة الأفلام الكرتون إذا كان فيها أخطاء عقدية. طيب وعندي سؤال لك ثاني. سؤال ثاني تقولين؟ إيه تفضلي. حكم كثرة الهواجيز والأناني يعني والحرص على بالشارع. كيف؟ كثرة الهواجيز والأناني يعني كثرة الأناني بالشارع حكمه والأماني، لكن ترى الجملة الأخيرة ما سمعتها، كثرة الهواجيس والأماني فقط في الصلاة يعني ولا عموما في الصلاة ولا لا 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 بالحياة عموما. طيب شكرا لك. ريم تفضلي. يا ريم. ريم تفضلي معنا. ريم ارفع صوتك يا ريم. ألو. تفضلي تفضلي. السلام عليكم. السلام حياك الله. تفضلي يا ريم. يا شيخ أنا عندي سؤال. تفضلي. السؤال شيخ، أنا صمت الست وقالوا لي أنا أو بداية الست أستت ثلاث أيام، بعدين قال لازم تقضين وصيم الست، وكملت الست على نية الست ست أيام وتركت القضي. طيب يجوز؟ طيب نجيبك على سؤالك، هذا سؤال مشترك مع الأخت أم منى فضيلة الشيخ. صيام الست تقول هي أم منى اللي تفرق عنها أنها نسيت أن عليها قضاء، الحكم في حقها فضيلة الشيخ؟ تقديم صيام الست عن على القضاء للعلماء في قولان، منهم من يرى أن الفضيلة لا تدرك إلا بصيام القضاء ثم صيام الست، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الفضيلة تدرك بصيام ست من شوال ولو أخر القضاء، وهذا القول هو الأقرب إلى الصواب والأفضل والأكمل والأحسن والذي تتحقق به الفضيلة على وجه متيقن، أن يبدأ بالقضاء ثم يصوم الست. بالنسبة لمن صام الست قبل القضاء فأرجو أن يدرك الفضيلة، يتأكد هذا في من نسي فصام الست لا يظن عليه قضاء ثم تبين أن عليه قضاء يدرك الفضيلة. مثله أيضا الأخت اللي تقول أنا ما أدري ما كنت أعلم منه، فهنا لا بأس والأمر في هذا واسع، أسأل الله يتقبل منا ومنهم. اللهم أمين. أيضا تسأل عن تشكير الحواجب فضيلة الشيخ. التشقير له صور كثيرة، فما كان منه يفضي إلى تساقط شعر الحاجب بالمواد المستعملة فلا أرى أنه يجوز، لأنه يفضي إلى النمص المحرم. أما إذا كان لا صبغة عادية وليست مما يحرق الشعر فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. ماريا تسأل عن حكم أفلام الكرتون التي فيها أخطاء عقدية مشاهدتها. لا الكرتون ولا غير الكرتون ما دام في خطا عقدي يجب اجتنابه، العقيدة وهي ما يجب الإيمان به في حق الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه مسألة العقيدة، هي مسألة الإيمان، أصول الإيمان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في جواب جبريل ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه الأصول الستة أي خلل فيها
ينقص به إيمان الإنسان، فينبغي تجنب كل ما يكون من أسباب النقص، سواء كان ذلك عبر وسائل التواصل، كان عبر وسائل السماع، كان عبر المقروء، كان عبر المرئي، فكل ما ينقص إيمانك إيمانك فر منه فرار المجذوم، فرارك من المجذوم كما تفر من الأسد، فإن العقائد والأصول خطيرة، ولذلك القلوب سريعة التحول والتقلب. الله تعالى يقول ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وهذا يدل على أنه القلوب شديدة التحول، فكم من إنسان يصبح على خير ويمسي على غيره، ويمسي على خير ويصبح على غيره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكون في آخر الزمان، يصبح الرجل مؤمنا فيمسي كافرا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا. فلذلك وصيتي أنه كل شيء تخشى أن يؤثر على إيمانك، يبعدك عن ربك، ينقص ما يجب أن تكون عليه في طاعة الله عز وجل، فر منه، اجتنبه واجتنبه مهما كان شائقا لك لذيذا، فالعواقب هي التي تعرف بها الأمور. بدايات الأمور قد تكون لذيذة وقد تكون محببة إلى النفوس، لكن ليس العبرة بالبدايات، العبرة بالخواتيم وما تنتهي إليه الأمور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من هذا البريق فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فالإنسان قد يشتهي شيء قولا أو سماعا أو رؤية أو أكلا أو لبسا أو معاشرة أو مخالطة أو تصرفا، لكن يكون هذا مهلكا له من حيث الأشر. فأحذر من هذا، والبعد عنه واجب في كل وسائل التلقي. تسأل أيضا عن حكم كثرة. والله يعني هم يقولون المثل، يقول الأماني رؤوس أموال المفاليس، يعني الشخص اللي يكثر الأماني دون أن يعمل لتحقيقها ما ينجز. يعني أنا ممكن أتمنى الآن قصرا مشيدا، وأتمنى وظيفة جميلة، وأتمنى مالا وفيرا، وأتمنى علما غزيرا، وأتمنى استقامة ظاهرة وباطنة، وأتمنى طيب هذه الأماني إذا لم يصدقها عمل، إذا لم يبرهن على صدقها خطوات عملية اتجاه التصحيح واتجاه الوصول إلى، فهي كما قال القائلون رؤوس أموال المفاليس. أنا أقول ينبغي أن نحمي أفكارنا من كل ما يكون سبب لتشويشنا وإعاقتنا عن العمل. الفكرة مبدأ العمل، فلنملأ قلوبنا وأذهاننا بأفكار سليمة، أفكار رشيدة، أفكار صالحة، فإننا نكسب بذلك أجرا، فمن نوى صالحا حتى لو لم يعمل كتبت له حسنة، فكيف إذا عمله؟ وبالتالي لننوي الصالحات، لنسير في ونبذل الأسباب في الوصول إليها بالسير في طريقها، ومن جد وجد، ومن زرع حصد، ومن صدق وصل. أحسن الله لك. طبعا أنبه على قبل أن نختم المسابقة التي سأل عنها الأخ أبو محمد، حسب ما أفادنا الإخوة هنا في القناة أنه لا يوجد مسابقة بنظام الاسمس أو الرسائل أو غيرها، وإنما المسابقة اللي عندهم عن طريق التويتر، سؤال يطرح في حلقة ويتم الإجابة عليه، وأيضا تعطى الجائزة في الحلقة التي تليها. فهذا ما بينه لنا الإخوة، فلعل الأخ أبو محمد أو غيره يتأكد من مسألة ما كان ذكره أو طرحه. أنا في الختام فضيلة الشيخ خالد أشكرك على تفضلك بقبول دعوة البرنامج وتواجدك معنا في برنامجنا. وأنا أشكركم وأسأل الله أن يبارك في هذا البرنامج وينفع به، وهو من مجالس الذكر التي ينتفع بها السامع والمتكلم. أسأل الله أن يثقل بها الموازين، وأن يعظم بها الأجور، وأن يجعلنا من أهل ذكره، وأن يبصرنا فيما ينفعنا في ديننا ودنيانا. اللهم أمين. الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، أستاذ الفقه في جامعة القصيم وعضو الإفتاء، شكر الله لك على ما تفضلت به، والشكر لكم أنتم مشاهدي الكرام على طيب إصغائكم وكريم متابعتكم. ختاما تقبلوا تحياتي فريق العمل. موعدنا يتجدد معكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء القادم أو الجمعة قبله، حتى ذلكم الحين نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.